ينضم معنا من اسطنبول الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والسياسي. دكتور عبد الله الأسعد، بداية مرحبا بكم. يعني قوات حلف شمال الأطلسي الناتو تنفذ في النرويج أكبر تدريبات عسكرية لها منذ نهاية الحرب الباردة، ماذا تعني هذه التحركات؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع هناك اتفاقية يعني تم التمهيد لها في عام 2009 بين وزير خارجية روسيا وبين وزير خارجية أمريكا، تم الاتفاق عليه معاهدة ستارت والتي تم توصل إليه في عام 2010، خفض الأسلحة الصاروخية في أوروبا بالكامل وبين المعسكرين، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. في الواقع يعني هذا الموضوع هو يعني قديم وجديد، جدد بعد زيارة جون بولتون إلى روسيا بعد أن أخبره بوتين بأن أمريكا لم تعد هي الدولة الكبرى في العالم وأن الزمن الذي كانت به كبرى هو قد ولى. لذلك يعني هنا هدد بوتين بأنه سينصب صواريخ من نوع جديد. طبعا هذا النوع من الصواريخ أفاقت عليه أوروبا بأنه نوع جديد وقد كشف عنه بوتين، تسمى هذه المجموعة مجموعة سارمات، منظومة عابرة للقارات. وطبعا هدد من خلالها بوتين بضرب قواعد أمريكية. وهناك يعني عدة دول مثل تركيا ورومانيا وبولندا وإسبانيا وافقت على نصب الدرع الصاروخي على أراضيها. هذه يعني دول أعضاء في الناتو ملتزمة بموضوع يعني ماذا يقرره حلف الناتو. طبعا روسيا بالمثل هدد ميديديف وسيناتور فرانسيس كينيسيفيتش أن الرد الروسي على هذه الأعمال طبعا وعلى أعمال الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انسحبت من معاهدة خفض الأسلحة النووية مع روسيا سيكون الرد قريبا. هذه الأعمال الاستفزازية التي قررت الولايات المتحدة من خلالها يعني توريد أسلحة صاروخية بقيمة مليار وربع لدول مثل رومانيا وإنشاء قواعد بحرية في مدينة أوتشاكوف الأوكرانية. طبعا يعني تعتبر روسيا أن مثل هذه الأعمال تحول القارة الأوروبية إلى شرق أوسط جديد آخر من خلال نصب هذه المنظومات الصاروخية في المناطق، وتعتبر روسيا أنها عدائية تجاهها وتحويل يعني هذه القارة إلى شرق أوسط ثاني. طبعا سيؤدي إلى مواضيع لا تحمد عقباها. البعض يتهم الطرفين بتبادل الأدوار ويشكك بوجود أزمة بين أمريكا وروسيا، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني الآن طبعا الواقع الميداني على الأرض طبعا يعني البوارج والعتاد المشترك طبعا بقوام 50,000 وبواخر وطائرات وغيرها هو امر يعني موجود على الارض ميدانيا يعني غير مثلا يعني متخفي او شيء من هذا النوع. روسيا طبعا تقوم يعني بمحازات او بمناكات امريكا طبعا التي لها حول العالم اكثر من يعني عشرات القواعد او مئات القواعد الامريكيه حول العالم. لذلك يعني ما يحدده او ما يعلن عنه بوتين من قوه صاروخيه جديده وصواريخ عبر القارات، طبعا هذا الموضوع يعني قد يعني يفند هذه الادعاءات بانها تتبادل ادوار بين بعضها البعض. لان طبعا روسيا وضعت يعني في شبه جزيره القرم صواريخ كالبير تستطيع معظمها الوصول إلى غالبية البلدان الأوروبية. بوجود هذه الصواريخ وهذه المعطيات على الأرض، ترامب هدد بالانسحاب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية. ما تبعات هذه الخطوة على العالم؟ يعني ترامب انسحب من المعاهدة مع إيران، موضوع المعاهدة النووية طبعا، ورأينا ماذا حدث لإيران والوضع سواء العسكري أو الاقتصادي لإيران. يعني من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب متوقع منها كل شيء. إذا ما تم الانسحاب من هذه المعاهدة، وطبعا هذا ما أشار إليه أحد السيناتورات الأمريكية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أمريكا
يعني على الرغم من قوتها العسكرية الكبرى، لأنها يعني لن تلعب الآن، غير قادرة على لعب دور سياسي. ما لا أدري يعني لماذا تراجعت هذه السياسة الأمريكية كدولة عدائية لكل دول العالم، على الرغم أنها هي القطب الوحيد، يعني القطب الأوحد الذي أصبح موجود الآن في العالم. الأوروبيون إذا ما انسحبت أمريكا من هذا، يعني من هذه الاتفاقية، طبعا يخافون من يعني من الرد الروسي عليهم، لذلك سيقومون بدور للتخلص من هذه الصواريخ الأمريكية. كيف تفسر أيضا، لأن يعني ليس فقط حلف شمال الأطلسي قام باستعراض عسكري، وإنما أيضا الروس قاموا أيضا بعرض عسكري مع الصين، كيف تقيم ذلك؟ كيف تنظر إلى الموقف الروسي؟ نعم بالتأكيد الموقف الروسي هو موقف حازم جدا، يعني الموقف الروسي قام يعني بعرض الكثير من الأسلحة، وهدد كما قلنا بنشر مجموعة اسكندر، صواريخ اسكندر في قلب منطقة كالينينغراد الروسية التي هي موجودة في قلب أوروبا، معتبرة أن ذلك يزعزع الاستقرار الأمن الأوروبي إذا ما انسحبت أمريكا وإذا ما تابعت هذا الموضوع. طبعا المتحدث باسم الوزارة جون كيربي طبعا قال للصحفيين منذ فترة بأن يعني روسيا تشكل خطرا بنقل صواريخها من طراز اسكندر إلى كالينينغراد، يعني خطرا كبيرا على العالم وعلى موضوع حتى موضوع الاتفاقيه التي جرت خفض الاسلحه الصاروخيه. طبعا هذا الموضوع يعني لم يعد متخفيا، وانما في زياره مستشار الامن القومي جون بولتون الى روسيا شكرا لك. يشير بعض الشيء الى ان هناك مشكله في موضوع الاسلحه الصاروخيه الروسيه الامريكيه بين الطرفين، وليس يعني تبادل أدوار بالمطلق، وإنما هو عبارة عن تهديدات لأمن روسيا. وأفاقت الآن يعني روسيا ووجدت نفسها نعم لها قد تحاصر إذا ما وصلت هذه البواخر إلى البحر الأسود على الحدود الروسية، نعم. وأنها موجهة لأراضيها، عكس ما أصدر الأمريكان بأنهم موجهة باتجاه إيران. من إسطنبول الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والسياسي، شكرا جزيلا لك.